هذاك هناك هذا اللي عليه شو اسمه شوي تلج، هذا السنتس اسمه. أنا كنت مع سعيد من أجع شهر العسل، وهاد هناك البيت النصاني بيتي هناك، وين ماشيين السيارات فوقه هذا بيتي. ايه هذا بيت فلاحين، بيت قديم جدا من الطراز القديم بعده، بس حلو كتير معمول وكتير مرتبينه. تم أحلى كيف كله مزروع مرتب ونظيف، هاي شجرة التفاح. أرجيكم الورد، تم أحلى الورد، البستان كله مرتب. هون من قدام تلم أحلى، مش بجنن يعني، مع إنه عندن فلاحين هذا الإسطبل وين البقر عايش بالن. هناك بحطوا شو اسمه هاي البقر الصغير قاعد جوا. هذيك القرية هيمبرغ، جول هيمبرغ، هاي هي القرية. هناك الجبال العالية 2500 وشوي، هناك تحت بيتنا ثلاث بيوت حد بعض، واحد منهم نصانة. هذا جول وجوليان عمالين يناقشوا شو اسمه البقرات الصغار العجلات. عارف؟ هذا أقليم. جاي لعنا البقرة تسلم علينا. لا بس هذا أقليم. كيف حالكوا بقرات؟ إن شاء الله مبسوطات. شكلكوا هيك عندكم لابسينكوا حلق. كل واحد حلقته شكل. كل واحد عليها حلق وعليها نمرة. وهي كمان البقرات الكبار اجوا، هدول البقرات متوسطات، هدول مش الكبار الكبار. الظاهر يا انه هذا ذكر ولا انت شايف اذا ذكر او انت. ايش اللي عم بتصوريه انت؟ كله هذا انت عم تصور الارض؟ لا يا زلمه، مين قال لك ذكر ولا انت؟ هدول ذكر ولا انت؟ طلع لي عليهم. هذولكم البقر هذا كله تابع لإلهن، هذا كله لإلهن جول. هذول صورتن سمكس بقدر يطلع علينا بشوفنا من هناك.